تنقل في الجهة الأخرى، تأتي العالية، نعم عالية وللأمام، وهذه خطيرة وفرصة لهدف أول. نعم هدف يسجله الياباني تاكاشي. تاكاشي يتقدم ويسجل ويأتي بالهدف الأول. يتقدم إيبار كما ذكرت، فريق ما عنده ما يخسره، ما عنده ضغوطات إطلاقا، فريق يأتي بلا ضغوطات، إن فاز يكون ثامن وإن خسر أو تعادل يكون عاشر، ولكن يأتي الهدف، يأتي الهدف الآن يسجل من جانب إيبار، وعلى إيبار الآن أن يتحمل ما بدأ، هو اللي بدأ، هو اللي بدأ، وبالتالي عليه أن يتحمل بعد ذلك ما سيأتي. هذه الكرة اللي تابعها، نعم الياباني تاكاشي إينوي تاكاشي، وسجل بالتالي في شباك شتيغن لأن يكون الهدف الأول في المباراة. كرة 54 نقطة، هذه كرة في المكان الخطير جدا، لا زالت المحاولة قائمة، هذه خطيرة، التسديدة قوية، جول هدف تاريخي ثاني للياباني، هدف ثاني تاريخي للياباني. نعم إينوي تاكاشي، إينوي تاكاشي في ليلة موعودة بالنسبة له في الكامب نو، من كان يتصور ذلك، من كان يصدق ذلك، هدف ثاني للياباني، وبعض عشاق البلوغرانا بدأوا المغادرة. هدف ثاني لنادي إيبار، الفريق اللي بالفعل يلعب مباراة ربما العمر. كرة قوية لا تصاد ولا ترد من الياباني إينوي تاكاشي، هذا لاعب سعره بعد هذه المباراة كم كان سعره وكم سيصبح سعره بعد هدفي الكامب نو. هذه الكرة نعم لا تصاد، شوف 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 طيرت طيران طيران من جانب ميسي، هذه خطيرة، هذه فرصة الآن للأمام وفرصة، جول. المدافع سجل لبرشلونة، المدافع هو اللي سجل، خونكا خونكا، لأن كل أقدام لاعبي برشلونة لم تسجل الليلة، فجاء الهدف بأقدام المدافع، بقدم المدافع. نعم هكذا كان المرور، وبعد ذلك كانت لعبة نيمار، حاول المدافع إبعادها اللي هو خونكا، خونكا ديفيد خونكا هو اللي سجل في شباكه، وبالتالي الأمور الآن يقلص الفارق برشلونة، يعود برشلونة ولا زال متسع طبعا من الوقت للحفاظ على الفوز التاريخي، وسيحاول برشلونة الوصول وقد وصل الآن. جول لبرشلونة، يعود سواريز ويسجل بعد مسلسل ضياع الفرص، بعد مسلسل ضياع الفرص يسجل برشلونة من كرة لعبت عرضية كانت راسية من الكاسير، والمتابعة هنا، أو ضيع السهل، ضيع السهل في مناسبات عدة، وسجل الآن، وبالتالي الأمور، الأمور الآن تعود إلى التعادل قبل دقائق. يتقدم الآن وضرب جزاء، يتقدم، جول، يسجل ميسي، ويتقدم برشلونة لأول مرة في المباراة من أجل هذا الرجل. اي نعم، من أجل ثلاث سنوات، ثلاث سنوات في عيش وملح طبعا، وفي بطولات وفي ألقاب وفي كرة قدم جميلة، نعم في إخفاقات، لكن من قال بأن الإخفاقات يجب أن تلغى من قاموس كرة القدم؟ الإخفاقات هي من تعيد بعد ذلك الكيانات الكبيرة. وفي الحضور الأخير، نعم يلعب من قوة شخصية ليونيل ميسي، ضيع ضربة جزاء في الشوط الثاني، عن جد شيء، شيء غير طبيعي ما يحدث الليلة. وهذه كرة، وهذه فرصة، جول، ميسي يأتي بآخر أهداف الموسم لبرشلونة في الليغا،
وتكون الامور 4-2 4-2. ميسي، نعم ميسي ياتي باخر اهداف الليغا لفريق برشلونة، وكل برشلونة وكل كاتالونيا وكل الكامب نو في هذه اللحظات. الان النتيجة كانت 2-0 لإيبار، لكن بعد ذلك ميسي 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 يرفض ذلك يرفض ذلك. شوف المرور، هذه اللعبة، الهدف الهدف الخرافي اللي مر وتقدم وسدد، ووصلت الأمور بالتالي لأن تكون إلى هدف إعجازي آخر.